مرة أخرى توجيه جلالة الملك فورية ومتفاعلة مع كل القضايا الوطنية والتي تهم المواطنين على مختلف المستويات. اليوم الموضوع يتعلق بمعالجة آثار الحرائق التي عرفتها بعض المناطق ديال الشمال وبعض المناطق من جهة فاس مكناس. بغيت نأكد في هذا الموضوع بعض الأمور. الأمر الأول هو أن مع الأسف نسجل بأن هذه فترة الحرائق ليست خاصة بوطننا، بل هي تتعرفها واحد العدد كثير من الدول كذلك في الجوار والبعيدة عنا. أيضا بغيت نأكد بأن التفاعل الفوري اللي كان ديال الحكومة أمر نعتز به، ديال السيد رئيس الحكومة لمعالجة هذه الأوضاع أو نتائج هذه الحرائق. النقطة الثانية هو أننا تنسجل باعتزاز التعاطي ديال المسؤولين الترابيين من ولاة وعمال وسلطات عمومية ومواطنين مجتمعين للحد من أثار هذه الحرائق. واليوم نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى معالجة أثرها وبالفعل إرسال الإشارات الواجب أن تصل إلى كل مواطن بأن نحن في دولة المؤسسات، في حكومة تهتم بقضايا المواطنين في جميع الأحوال، وبأنها حاضرة لمعالجة وتعاوني معهم لمعالجة أوضاع طارئة كلما دعا الأمر ذلك، طبعا في إطار من الاستجابة للتوجيهات مرة أخرى ديال سيدنا الله ينصره. نتمنى إن شاء الله وجهة فاس مكناس أو المجلس الذي أمثله منخرط تماما انخراط في هذه العملية وغيرها ربما التي قد نحتاجها بطبيعة تطور الأمور مستقبلا. نحن منخرطون في كل قضايا التي تعالج بعض وترفع بعض المعاناة عن المواطنين، نحن جاهزون للتعاون والتعاطي مع كل الملفات في الحال وفي المستقبل. مرة أخرى تنشكركم على هذا اللقاء والسلام عليكم.